أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. وإنه لذو علم لما علم قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم